منذ أيام وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في خضم زيارة تاريخية في أمريكا سعيا لبناء سعودية جديدة ومستقبل أفضل لأبناء الوطن. هذه الزيارة حملت في جعبتها العديد من الاتفاقيات والزيارات لبعض الشخصيات والشركات المهمة والتي ستلقي بظلالها على العديد من النواحي الاقتصادية المهمة في المملكة. مشروع الطاقة الشمسية يعد اليوم أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، النفط الجديد، ويخلق هذا المشروع أكثر من 100,000 فرصة عمل. الصناعة العسكرية كذلك كان لها نصيب في هذه الزيارة، حيث تم التأسيس لمشروع ضخم تصل نسبة التوطين فيه إلى 55%. كما التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس شركة مايكروسوفت لتبادل الحديث حول التعاون بشأن التدريب والتأهيل الكفاءات الوطنية ودعم التحول الرقمي والابتكار القائم على المعرفة وفقا لرؤية السعودية 2030. وخلال الزيارة التقى ولي العهد بالعديد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة، بيل جيتس ومؤسس أمازون ومؤسس فيرجن جلاكتيك. كما بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع شركة وارنر برادرز فرص الشراكة الواعدة في المجالات الإعلامية والترفيهية والثقافية وتدريب الشباب السعودي. كما اطلع الأمير محمد بن سلمان على عرض عن شركة ماجيك ليب ومنتجاتها، ويستعرض مع رئيسها فرص الشراكة والاستثمارات المحتملة في البنية التحتية في عدد من المشاريع في المملكة.